نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ورشة عمل عن تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، حيث عقدت الورشة في دبي على مدار 4 أيام بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية في الوزارة والجهات ذات الصلة والمعنيين بإدارة البيانات والمعلومات الوبائية ومجالات الصحة العامة الأخرى. وتأتي الورشة ضمن سلسلة من البرامج التي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الاستعداد والاستجابة في مواجهة الطوارئ الصحية. أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي ومجموعة أدنك عن توقيع اتفاقية شراكة لتنظيم واستضافة أعمال المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام والمعرض المصاحب له في الفترة من 8 إلى 12 من ديسمبر، وذلك تحت شعار معالجة ندرة المياه. نظم مركز أم القيوان الإبداعي فلج المعلى التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع جامعة أم القيوان ومجلس شباب أم القيوان ملتقى خليجنا واحد وشبابنا واحد، احتفالا بيوم الشباب الخليجي الذي يقام هذا العام تحت شعار شباب خليجي فعال ومسؤول. وشهد الملتقى أنشطة تفاعلية، كما تم تنظيم جلسة حوارية حول اهتمام دولة الإمارات بفئة الشباب باعتبارهم من المحاور الأساسية للبناء والتطوير وتحقيق الطموحات المستقبلية.